شو شو شكرا شكرا سيفوزا شكرا شكرا زعما بالكفاءه شكرا جماعة انتخبوا رقم صفر 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 حبس 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 حبسوا 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 واش شو شو انت يا موريست واش داك الانتخابات والفوتو جوستومون بنضحك الشعب على جمال ولد عباس وسلال خير مني غير هما يضحكوا الشعب انا وما عندي اكسبيريونس في المسرح نعرف نضحك الشعب والشعب كي يضحك بعد ما يفيق لكش بصح انت قول لي قول لي انت كيفاش تتعامل مع الحمل هاياك كذا ترجعت كيفاش تتعامل مع الحمل لا انا الحمله ما عنديش كاع اشكال معاها راني داير حسابي راني شاري لابوي وجيليه حنا الجزائر كل يوم فيها حمله لا لا ما فهمتنيش انا بالعقل انا نسقسي فيك على البرنامج الانتخابي تاعك كيفاش تتعامل معه البرنامج انا البرنامج تاعي اللي راني فيه سموه ما بيناتنا واول قرار رئاسي نديره تنحيه المقدم هشام بوقفه باسكو ربي دي الانقلاب هو وإلياس وصابرينا وتوفيق انا ما نبغيش هذا الشيء خويا والقرار الثاني احاله رامز المطريطي الى برامج الاطفال مع عمو ياسين صح وشنو هو برنامج الشباب علاه مازال كاين الشباب مش حرقوا كاع انا اللي حاسب كاين غير انا الشاب في الجزائر والله تفيق عار على الشباب ايه والقرار الرابع وشنو هو؟ القرار الرابع على بالي هذا عادي يتبكوا كاع هو الغاء اللغه الفرنسيه. ايه هذا قرار شباب وشجاع انت باين بلي عندك النيف. لا ماشي شجاع انا بيناتنا ما نعرفش نهضر فرنسي باينك قلعه. صح قول لي قول لي قول لي المشكل تاع السكن كيفاش راح دير معاه؟ مشكل السكن احكي نسكن انا ومن بعد سهل الحال نسكن روحي انا ومن بعد ندبر على خوتي ما كانش كاع مشكل. صح لو كان تولي رئيس وشنو هي اول دوله تزورها؟ اول دوله نزورها البويره. اها بويره نزورها بويره اول دوله نزور بويره ان شاء الله استنى دقيقه برك بويره حق بلعوها نزور المسيله يا ودي يا ودي هذيك مسيله وبويره هنا في الجزائر نقول لك دوله كيما الامريكان وروسيا على يعطوني فيزا كي نولي رئيس بيان سور رئيس وكاع رؤساء الدول يعطوهم الفيزا ويولوا صحابي اصحابك ولو كاع صحابك قسما بالله يا هذاك طراب ماني محل به اجوتيني والله ماني ماكسبتيه اسمع هذيك رئيسة كرواتيا تأجوتيني؟ بيان سور جوستومو أنا لي كوب دي موند قاعد تفرجتها تروازيام بلاص تفرجتها على خاطرها أسمع نكثروا العلاقات مع رئيسة كرواتيا وأما يخص النساء عندي حل أنا النساء قاع اللي مشي متزوجين قاع نزوج بيكم هادي قصدي قاع نزوجهم إن شاء الله قاع نزوجهم نزيدوا نشوفوا قرار واحد آخر القرار واحد آخر انا راني نشوف واحد المعجب رام تفضل تفضل ما طقوا لا سيكوريتي طقوا روح تفضل عندي تفضل 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 على عليها روح عندي هاك اعطوا الميكروفون تفضل تفضل انا متواضع مع المعجبين تاعي انا ما كاينش مشكل وكاين قرار اسمح لي تشوف وحدايا كاين قرار الشاب خلاص ما نسيتكش خويا راني دبرت عليك الله يسلمك عادي نديرك في بلاصه الشاب المازوني تغني في الحمله تاع الانتخابات شكرا وي تفضل شوف منا تفضل قبل الجمهور دورو دير الميكروفون هكذا كنا نسمعوا Monsieur, on n'a rien compris de votre programme. Allah yahfadek, what? You speak English? Yes, Manchester City. Arsenal. What? Hicham. Ah. Ram aïe, hader hada? Eh. الله يرحم شويه بيدير جنجل شو دير علاه جنجل بصح بين دي جيف لا والديه في لي كل سنه ما يتبي تورينا هذه الساعه هذه